المشاركة كانت أن الهارلي ديفيدسون معروف عنها عند بعض الناس أنها لكبار السن، في فالهارلي حبت أنها تدخل جيل الشباب في، فخذوا الديزاين من عند البورش. بورش عملت الديزاين، دمجت بين الكلاسيك والسبيد يعني كشكل، والهارلي طبعا بدأت في تصنيعها، زادت عليها طبعا كما تلاحظون الكروم، وجايه هي على سبورت وسبيد. كما تلاحظون ان الهيكل جاي بكامل قطعه واحده بالحناءات بالووتر بريشر، زياده على هذا ان الراديتر هي طبعا الدراجه الوحيده في الهارلي ديفيدسون من عائله الهارلي اللي يوجد فيها الراديتر، سيستم الراديتر لتبريد الماكينه. سعة الخزان، خزان البنزين تقريبا 5 جالون، يمشينا 300 كيلو متر، ويعتمد على السرعة طبعا. واللي يميز الهارلي طبعا اللي هو الاكزوز وصوته العالي والممتع في when you drive it يعني. الشيء الجميل في الفي رود بان عملوا فيها السكيورتي سيستم، بحيث انك تقدر تشغل الدراجه بدون المفتاح، واذا كان المفتاح بعيد عن الدراجه يصبح الالارم سيستم شغال بان لحمايته من السرقه. الجميل في الهارلي ديفيدسون بأنك تقدر تغير الاكسسوارات اللي فيها من قبضة الستيرنج نفسه، ينرفع وينزل على حسب راحة البايكر. عندك السيت نفسه تقدر تنزله، تقدر ترفعه، تقدر تكبره، تقدر ترجع إلى الخلف على حسب راحة أيضا البايكر. وبالإضافة إلى البريك تقدر تقدمه إلى الأمام أو إلى الخلف أو على حسب جسم البايكر وراحته.